بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا بتوع البلاس 90 بالصلاه على النبي، احنا موجودين بس في البلاس 90 يا باشا. البلاس 90 جمالها وحلاوتها ان هي بتنسيك كل الهبد التكتيكي اللي المدرب عمال يعمله. جمال وحلاوه ال 90 ان هي بتقعد نركز على الروح والحماس بقى والاراده، ولاعيبتنا مش عايز تخسر ولاعيبتنا رجاله، وده حقيقه لاعيبتنا رجاله وما تستحقش انها تخسر النهارده قدام الرجاء. مع احترامي للرجاء المغربي، بس الرجاء المغربي ما قدمش اي حاجه تقول ان الفرقه دي تستاهل ان هي تطلع كسبانه المباراه وتطلع كسبانه السوبر، لان الرجاء المغربي في عز ما الاهلي ما كان بيفتح والاهلي كان بيهاجم وفتح كل خطوطه، الرجاء والسيد مارك كانوا مقررين ان احنا نلعب جيم دفاعي نلعب جيم دفاعي نلعب جيم دفاعي. يمكن السيناريو الاسوء بالنسبه للاهلي حصل، عمرو السوليه اتصف في البدايه، طريقه لعبنا غلط، يعني 3 4 3 دي مش ماشيه معانا لان احنا ما عندناش صنع العاب، وقفشه ما بيعرفش ان هو يلعب ناحيه الشمال، فقفشه بيتوه وبيرسكاو ما ينفعش ان هو يكون مهاجم، وحسين الشحات ناحيه اليمين ما بيعديش واحد على واحد، فعندنا مشكله في طريقه اللعب وعندنا مشكله في الافراد. فبالصلاه على النبي موضوع البدايات ده مالناش دعوه بيه، يعني موسيماني كان بيعق في البدايه وبعد كده بيجي يخلبها في التغييرات. النهارده بقى بسم الله ما شاء الله عك في البدايه وفي التغييرات، بس ده 90 يا باشا وحلاوه ال 90 بقى الامتاع والابداع بقى، وتقعد تتفرج عليه وهو واقف عامل كده اللي هو يا بسم الله جبت الماتش، انا جبت لا يا راجل حصل والله انك جبت الماتش والله بسم الله ما شاء الله عليك ولا في العالم بتاع جنوب افريقيا. لو بحب انا السكسي والحاجات دي، تقعد تفكر بقى الراجل ده كان بيعمل ايه جوه الملعب، والله ما حد فاهم اي حاجه. يعني انت عندك اتنين باكات موجودين ورا واقفين مستنيين ان اي حاجه تحصل عشان ينزلوا في مكانهم، تيجي انت مقرر ان انت تكمل باكرم توفيق باك يمين وتكمل بنص ملعب زي ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم نزل ياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدر بنون وكمان حمدي فتحي بينزل تحت، اللي هو انت ادوارك الهجوميه مفيش، انت هجوميا معدوم هتتعدم خالص كده. عادي يا جماعه ان شاء الله هتنزل ان شاء الله. طب لبسنا هدف عشان خاطر علي معلول عنده مشكله في التغطيه الدفاعيه، وعلي معلول عقبال ما ايمن اشرف ما راح له كانت الكره اتلعبت وعدت ودخل عليها ياسر ابراهيم وحميد احداد، وحميد احداد لمس فياسر لمس فدخلت جون فاتحسبت لياسر ابراهيم. الهدف تقريبا اتحسب لياسر ابراهيم. انا شفت على سوبر سكور ان هو مكتوب باسم ياسر وعلى 360 ان هو مكتوب باسم ياسر، ما شفتش خالص بصراحه ان الهدف اتحسب لحميد احداد. اتفاجئت جدا من مستوى الرجاء ان هو ما حاولش يعمل ادوار هجوميه، اتفاجئت من السيد مارك والافكار ان احنا نرجع ندافع. انت ليه يعني مش مستاهل الموضوع انك تفضل تدافع اكتر من 70 دقيقه؟ الموضوع ما كانش مستاهل كده، بس سبحان الله ربك لما يريد يا باشا. اتنين مدربين عيانين واقفين على الخط، واحد عنده لعيبه تستحق ان هي تكون معاه مدير فني افضل، وفي مدرب تاني مقرر ان هو جاي يلعب جيم دفاع بس. وجيم الدفاع اللي هو جاي يلعبه للامانه كان قاري الاهلي كويس، الاهلي فر له اطراف وسيبه يلعب كوره طويله، ولو انت عندك اثنين مساكين طوال هتحل مشكله الكوره الطويله دي. النهارده بيرسي تاو كل كوره طويله كانت بتلعب له كان بياخدها منه جمال و والحيدوني مروان الحيدوني وجمال جمال حركيس تقريبا كانوا بياخدوا منه كل الكوره العاليه، فكان عندك مشكله انك عايز سترايكر، وانت بسم الله ما شاء الله استبعدت الاسترايكر بتاعك اللي هو حسام حسن اللي بيجيد الكوره الطويله جوه الكوره اللي عليه، فربنا رزق وقررت انك تنزل محمد شريف. محمد شريف اول ما نزل يلا يا جماعه ان شاء الله باذن الله نكون خاطرين على المرمى، مش خاطرين قوي يعني. طب يا جماعه ان شاء الله باذن الله نعمل تغيير تاني وهنبقى خاطرين على المرمى، محتاجين بقى احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بقى محتاج ينزل، فعلا نزل احمد عبد القادر مكان حسين الشحات، ويمكن احمد عبد القادر عنده ميزه انه بيعرف يعدي واحد على واحد، بس موضوع حسين الشحات ده احنا هيكون عندنا مشكله، مين اللي يروح مكان حسين؟ قالك بص طب اروح احرك الناحيه اللي هناك دي واحط بيرسي تاو. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، ما انت طلعت عندك افكار اهو وعندك حاجات منطقيه ممكن تشغل الفرقه اهو. بيرسي تاو ما ينفعش فيرود سترايكر، بيرسي تاو ما ينفعش، بيرسي تاو حطه على اليمين او حطه على الشمال هيبقى شغال 10 على 10، انما سترايكر الموضوع صعب جدا بالنسبه له، وانت باني طريقه لعبك على انت تلعب كوره عاليه او كور طوليه، الموضوع بيكون مستحيل وتهريج انك بتلعب ببيرسي تاو سترايكر. فكانت افكار هجوميه غريبه جدا، افكار هجوميه تقعد تفكر فيها كده هو الراجل ده بيفكر في ايه؟ انت مش فاهم اي حاجه حرفيا بجد، ولا فاهم الدنيا ماشيه ازاي، انما بيرسي حطه على الطرف هتلاقي ان هو شغال، بيرسي على طرف واحمد عبد القادر على طرف وقفشه هيبدا يخش في النص غصب عنك انت كمدير فني، وهيقلب الطريقه لوجود صنع العاب في ال 3 4 3 اللي هي مفترض بتلعب بيه من غير صنع العاب، قفشه بيقفلها لك بصنع العاب علشان خاطر هو ما بيعرفش يعمل غير كده. قفشه بيخش لجوه ما بيعرفش يلعب على الطرف، بيخش لجوه وبيقرر ان هو يقوم بدور صناعه اللعب، وفعلا قفشه اول ما دخل لجوه لقينا في حد اهو بيشوط على مرمى انس زنيتي، وبدانا نحس ان في خطوره واحنا قادرين ان احنا نرجع. طبعا مش عايزين نتكلم على موضوع لعيبه الرجاء اللي كانت بتقع كتير في الملعب، لان دي حاجه معروفه، لان انت اول ما بدات المباراه هم جابوا جون، فطبيعي ان هم سيناريو المباراه بدا يخدمهم، هيحاولوا ان هم يقعوا ويفطسوا اللعب ويرخموا المباراه، فعادي مش هنقعد نتكلم على الحاجات دي. بس بصراحه التغييره بتاعه طاهر محمد طاهر دي كلنا اتفاجئنا، لان طاهر محمد طاهر الفتره الاخيره جمهور الاهلي كان قرب ان هو يبطل كوره، بس يعني يمكن ربنا كرم ان ياسر ابراهيم خد انذار في تدخل غبي كده ياسر ابراهيم عمله،
خد انذار عليه. تدخل كان مع الحداد تقريبا، كان مع الحداد، والراجل عمل تدخل غبي، خد عليه انذار، فنزل مكانه طاهر محمد طاهر. فربك اراد ان طاهر محمد طاهر مسيرته مع الاهلي يرجع يتم احيائها تاني عن طريق الجون اللي هو جابه، الجون اللي بيرسي تاو تصرف فيه بطريقه عالميه وعظيمه جدا، ان بيرسي ما شاطش مره واحده، بيرسي خد ولعب للي جاي من ورا اللي هو طاهر، الجون مفتوح بالنسبه لطاهر، طاهر قدر ان هو يجيب الهدف الاول. اول ما وصلنا ضربات الجزاء انا قلت بس احنا نكسب، لقيت الراجل بيقول لي نكسب ايه الموضوع ضربات جزاء. قلت له انا استثنيت، انا اتفرجت على ماتش الجزائر والمغرب، الراجل ده لو قعدت نشوف عليه ضربات جزاء الصبح ان شاء الله باذن الله مش هيصد ولا واحده، وقد كان الحمد لله رب العالمين. فعلا انا استثنيتي ما كانش مرشح ان هو يطلع ولا واحده، انما لعيبه الرجاء للامانه كانوا بيلعبوا كوره صعبه قوي على محمد الشناوي، لحد ما بيخش عبد الاله مدكور ويخلص الدنيا ويحط الكره في السماء والاهلي يطلع متوج بكاس سوبر افريقيا، عشان خاطر كلنا نقول الله الله عليك يا موسى وعلى افكارك التكتيكيه العظيمه اللي رجعت الفرقه للجيم ورجعت الفرقه للمباراه تاني. مع انك تقعد تفكر كده مفيش افكار عظيمه ولا اي حاجه، هو كان في مدير فني اغبى من موسيماني في الرجاء، الراجل قرر ان هو جاي يلعب على فكره واحده بس، انا هاجي اعمل جيم دفاعي، ما بعد الجيم الدفاع بقى ايه الله اعلم. سجلت الهدف الاول، راح اسجل هدف تاني بس متاخر شويه. طب ما عندك لعيبه كويسه اعمل جون هجومي، عندك لعيبه كويسه ممكن كنت تعمل بيهم جون هجومي، كان عندك مثلا زكريا الوردي وفابريس نجومه عملوا مباراه كويسه جدا. مفترض ان لعيب زي محسن متولي وعبد الله حفيظ وبين حليب كان يبقى عندهم ادوار هجوميه النهارده، لا انت ما بتهاجمش خالص، انت بجد مش جاي هاجم خالص، والجيم خدمه وسيناريو المباراه خدمه. بس انا بالنسبه لي كهلاوي انا مبسوط جدا ان انا طالع كسبان البطوله، انا مبسوط جدا جدا ان طالع كسبان البطوله الحمد لله رب العالمين. موسيماني بيعق ما بيعقش، المهم ان انا اطلع فرحان النهارده واطلع كسبان والحمد لله. قد كان الناس اللي تقعد تقول لك موسيماني مش، بص هي دي فكرتي عن موسيماني، وانا بتكلم على موسيماني بوجهه نظر فنيه ووجهه نظر تكتيكيه ووجهه نظر ان الراجل ده ما عندوش اي افكار ابداعيه جوه الملعب ليه كمدير فني، انما انت شايف حاجه تاني بصراحه براحتك، بس في الحالتين الف الف مبروك لينا كلنا يا اسطى على الفوز النهارده. أنا عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فوق راحتك.